بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثامن من الكتاب الثلاثين، كتاب الحدود، باب حد الخمر. وأجمعت الأمة على أن شارب الخمر يحد، واختلف في الخمر التي يحد بسببها، واختلف في قدر الحد. أما الخمر التي يحد بسببها فهي كل مسكر عند الجمهور، أي شيء مسكر، سميه بقى إيه، معمول من العنب، معمول من التفاح، معمول من البصل، معمول من أي حاجة. ما بيعملوا كونياك يبقى من البصل، ولا ويعملوه كمان من التفاح يسموه ويسكي، أنواع كتيرة، ويخمروا التمر نفسه، يستعملوا حاجات كده من الخمر من التمور ويستعملوها ايه، عسل التمر، ويخمروه ويصير خمرا. يعني طرق تصنيع الخمور كثيرة جدا، فكل ما يسكر يسمى خمر، وكل خمر شاربها يحد. هذا مذهب الشافعي والجمهور. الأحناف قالوا لا يحد إلا ما صنع من ايه، من العنب فقط. الخمر التي يحد بسببها هو ما صنع من العنب فقط، اما ما كان من النبيذ او غيره فلا يحد. هل بقى لا يحد يعني لا يعذر ايضا ام لا، فيها تفصيل. ثم قدر الحد، مذهبان، الشافعية والظاهرية، ذهبوا إلى أنه 40 جلدة، حد الخمر 40 جلدة، وذهب الجمهور إلى أنه 80 جلدة. الشافعية قالوا هو 40 جلدة، وللحاكم أن يبلغ به 80 تعزيرا، لأنه قد يفعل أثناء شربه الخمر وسكره بعض الأشياء التي تستحق العقوبة الزائدة، كأن يشتم إنسان، يتعدى على إنسان، يضرب إنسان، وبالتالي له أن يزيد الحد إلى 80، ويكون الحد 40، وما زاد إلى 80 تعزير. ده رأي الشافعي، بخلاف الجمهور قالوا الحد 80 من أوله لآخره كده، واضح. ثم طريقة الجلد تكلموا عنها أيضا الفقهاء، لا يرفع الجالد الذي يجلد، لا يرفع يده فوق رأسه عشان ما تبقاش جلدة تؤلم ألم شديد قد تميت الإنسان. يعني مش زي ما بتشوف كده في الأفلام يقعد يعمل كده كأنه بيضرب حيوان أو أرض، لا مش كده، جلد ما يبقاش كده، ده يدوب على قد إيه، يده لا ترتفع فوق رأسه ويدوب تمتد كده بس، أدي الجلد خلاص كده. لأنه المقصود الإهانة مش الإيلام، المقصود الإهانة وليس الإيلام، بحيث انه يتجنب حتى ان يترك علامة.
يبقى المقصود انك انت لما بتجلده كده كانك بتعامله معامله الحيوان، كان مع كل جلده بتقول له يا حيوان يا حيوان يا حيوان 40 حيوان. دي معناها كده. فهو ما بيقولش، لان الذي يضرب هو الحيوان. فهمت؟ فهي فيها نوع اهانه نفسيه اكثر منها ايلام جسدي. فاذا تكرر شرب الخمر يتكرر الحد. كم مرة؟ إلى ما لا نهاية. إن شاء الله يحد في الخمر 100 مرة طول عمره، كل يومين يجيبوه يجلدوه. وفي مذهب باطل يقال أنه بعد الرابعة يقتل. وهذا المذهب باطل لأن الحديث نسخ، ورد حديث فإذا شرب بعد الرابعة فاقتلوه، في حديث كده لكن نسخ. نسخ بإيه؟ بفعل النبي وبإجماع الصحابة. فلا يقتل شارب الخمر مطلقا مهما تكرر منه شرب خمره، كل مرة يحد. وأثناء الحد لا يسب كمان، يعني مش تشتمه كده طول ما انت قاعد بتحده، يا ابن الكلب يا مجرم يا قليل الأدب، مش كده. يبقى الايه؟ الفم مغلق. فاهم؟ ممنوع السباب والفحش، لأن المسلم ليس بفاحش ولا بذيء. فاهم؟ أنت بتقيم الحد تعبدا لله عز وجل، هو الذي جعل لك سلطان على أخيك بحكمه، فسلطك عليه بالجد ولم يسلطك عليه بالشتم، فلا تشتم ولا تدعو عليه. فهمت ازاي؟ ولا توبخ. كل دي آداب عند إيه؟ عند فعل الحدود. باب حد الخمر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 49 بعد 504,000، قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. محمد بن جعفر اللي هو غندر اللي بيروي عن شعبة، قال وشعبة اللي هو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في عصره في الحديث، خد لقب إيه؟ أمير المؤمنين في الحديث، وده لقب اللي خده في الأمة معدودين. آخر من لقب به كان سيدنا ابن حجر العسقلاني، بعد كده ما حدش لقب بهذا اللقب تاني. يبقى ده لقب معدودين اللي لقبوا بأمير المؤمنين في الحديث، يعني لقب فوق الحافظ، أعلى من الحافظ، لأن يبتدي إيه؟ راوي الحديث يطلق عليه محدث، اللي هو ليه أسانيد متصلة، محدث أو مسند، فمحدث فإيه؟ فحافظ، مش كده برضه؟ فحجة، الحجة اللي فوق الحافظ كمان، وبعدين أمير المؤمنين، أعلى حاجة بقى. فسيدنا شعبة بن الحجاج كان ممن أطلق عليه لقب أمير المؤمنين في الحديث في عصر. سيدنا شيخ الإسلام ده لما يبقى راجل فقيه وفتوى معتمدة، أما يبقى فقيه وفتوى معتمدة يسموه شيخ الإسلام. قال في الحاكم، والحاكم برضو اللي إيه دي درجة من الدرجات برضو، يعني لها درجات عندهم. قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، والجريدة كمان تكون بين الرطوبة واليبوس، لا تبقى رطبة فلا توجع ولا يابسة بدون رطوبة فتؤلم ألم شديد، بين الرطوبة واليبوس، فجلده بجريدتين نحو 40. قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر. سيدنا عمر إيه زودها 80 ليه؟ لأن أراد أن يزيد فيها التعزير، لأن يبدو أن وجد أن لما اتسعت رقعة الإسلام كسر عدد شرابي الخمر، فأراد سيدنا عمر أنه هو يعنفهم أكثر ويعزر، فقالوا ما تزودهاش عن 80 وهو اقل الحدود الوارده في ايه
في الشرع الشريف. ما احنا عندنا 100 جلد في الزاد، وعندنا 80 جلده في ايه؟ في القاذف، وفي قطع اليد، وفي الرجم. طب اقل الحدود ايه؟ يبقى 80. فقال سيدنا عمر ما تزودش عن 80، اذا اردت انك تعذر يعني وتغلظ فلا تزيد عن 80، وهو اقل الحدود الوارد. وبعدين بعض العلماء قال لك ما هو النبي جلده بجريدتين نحو 40. يعني ايه جريدتين؟ يعني ضرب بالجريدتين كده، يبقى الضربه باثنين يبقى 80. بعض العلماء فهمها بكده فقالوا 80 حتى فعل النبي، اما يمسك جريدتين في ايده ويضرب بيهم كده 40، يبقى كانوا ضربوا 80. فهمت؟ فبعض العلماء فهم. والامام الشافعي قال لك لا، هي 40 40، وللامام ان يزيد الى الاربعين الاخرى تعزيرا بس، لكن الحد يخلص بالاربعين. فهمت بقى طريقه فهم الفقهاء للاحاديث؟ يبقى الحديث واحد، وده فهمه بطريقه، وده فهمه بطريقه، وده فهمه بطريقه. والامر على الساعه. طب والخروج من الخلاف ايه؟ باختيار الحاكم. يجي الحاكم والقانون يختار حاجه واحده، خلاص يبقى رفع الخلاف. فهمت بقى ازاي؟ فاختيار الحاكم يرفع الخلاف، والحاكم اللي هو ايه؟ القانون. يختاروا في القانون عدد معين، خلاص يبقى هو ده. وعنه به قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده قال سمعت انسا يقول: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، او ما كانش يجلد بالصوت، الجريده والنعل، وبعدهم يقول لك كمان بطرف الثوب كمان كده يضربوا كده. شوف يعني، لان المقصود الاهانه اكثر منها الإيلام. المقصود الاهانه وليس الإيلام. ثم جلد ابو بكر 40. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ارى ان تجعلها كاخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. يبقى ايه؟ ما زاد الامام الشافعي فهم فعل عمر ايه؟ ان الزياده كانت تعزير حتى يغلظ، لان الناس استهانت فكسر ايه؟ شارب الخمر. فلما الناس استهانوا اراد سيدنا عمر ان هو ايه؟ يغلظ الحد شويه عشان يمكن الناس تنزجر. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى. وعن ابي قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا: حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ابن ابي عروبه عن عبد الله الدناج، والدناج بمعنى العالم بلغه الفرس، يعني الدناج يعني العالم بالفارس يعني. حا قال: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ له قال: اخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الدناج قال حدثنا حسين بن المنذر ابو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان واتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: ازيدكم، لانه كان الزهر سكران، صلى بالناس وسكران، فصلى بهم ركعتين وقالوا لو عايزين ازود لكم كمان ازود لكم. قالوا: ايه ده الراجل ده؟ مش فايق ده ولا ايه؟ سيدي عن هنا حضين. عن حضين. حضين انا قلتها حسين؟ لا لا صلح. قال: حدثنا حضين بن المنذر ابو ساسان، حضين وليس حسين. صحح. قال:
قال شهدت عثمان بن عفان واتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين. الوليد ده كان ايه في الكوفة، ده جابوه من الكوفة، عمل كده في الكوفة، فبلغوا عنه في سيدنا عثمان ايه بعد جابه وحقق في المسألة وامر باقامة الحد عليه. والوليد ده كان قريبه، هو تأخر سيدنا عثمان بن عفان تأخر في اقامة الحد، قال وهو بيسيب قرايبه وبتاع وصار الناس عليه، قال لهم لما اتحقق، اما يجي لي اتحقق وانا هصدر حكم اقيم عليه الحد وهو قاعد في الكوفه وانا هنا في المدينه، مش لما اتحقق. فاهم؟ فلما تحقق سيدنا عثمان من المساله ايه امر باقامه الحد عليه. اتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم، فشهد عليه رجلان احدهما حمران انه شرب الخمره، وشهد اخر انه راه يتقيأ، فقال عثمان انه لم يتقيأ حتى شربه، فقال يا علي قم فاجلده. ما رضاش سيدنا عثمان اللي انه هو اللي يجلده، علشان قريبه لا يقوله ده هيجلده ايه بطريقه فيها حنيه شويه، قام قال لسيدنا علي هو ما فيش قرابه بينهم كتيره يعني، مش من بني اميه يعني، فاهم؟ فقال لسيدنا علي قم، والحاكم له ان ينيب غيره. فقال لسيدنا علي، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن ابنه، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حرها من تولى كرها. انا يعني ايه يعني، ده مثل عربي يعني، اللي خد حلاوة الخلافة والحكم والسلطة هو اللي ياخد بقى ايه قذورتها دي. احنا لا خدنا السلطه ولا خدنا حاجه ولا مسكنا الخلافه وحرمونا منه، وبعدين الحاجات القذورات دي خلونا احنا اللي نعملها، طب ما هم اللي يعملوها. ده كلام من سيدنا الحسن، فهمت ازاي؟ واللي حرها يعني قذورتها، من ولى قرها يعني الحاجات السعيده اللي فيه. فالسلطه فيها نوع من السعاده وفيها نوع من القسوه، فيخلوا القسوه نعملها احنا وهم ياخدوا الحلاوه. شفت وجهه نظر سيدنا الحسن؟ سيدنا علي كان لطيف يعني، ما ايه، وسيدنا الحسن برضه كان وجهه نظر، شخصيات، كان كل واحد ليه شخصيته، فاهم؟ مش سيدنا علي بقى عايز يمسح شخصيه ابنه، لا خلاص ما لموش ساب وخلاص، كل واحد له شخصيته. فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حرها من تولى قرها. ما يخلي واحد من قرايبه هو اللي بيولي قرايبه، وبعدين يوم ما يجي يجلد حد يقول لنا احنا قوموا اجلدوه، يقوموا الناس يكرهونا احنا. طب ما هم بقى يجلدوا بعضهم، ادهم هم بقى اللي بيولوا بعضهم. هذه وجهه نظر سيدنا الحسن. فكانه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب ابن اخوه، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، قام جلده فجلده، وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال امسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد ابو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا احب الي. زاد علي بن حجر في روايته قال اسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم احفظه. وعن ابي قال حدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام قال ما كنت اقيم على احد حدا فيموت فيه فاجد منه في نفسي الا صاحب الخمر، لانه ان مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يحدده تحديد قاطع يعني. يعني هو بيقول ايه، لو اقام الحد حد الجلد مثلا على الزاني 100 جلدة مع مراعاة الاداب، الحاجة اللي بيجلد فيها تبقى ليها صفات معينة وما يرفعش ايده فوق دماغه، لو عمل الاحتياطات دي كلها ومات في الحد، سيدنا علي يقول لك ايه، ما تفعلوش دية وانا مش مسؤول، فهمت؟ يبقى دي موتة ربنا، الا بس ايه صاحب الخمر يخاف، لان النبي لم يسن
ايه لها حد معين، زي ما تقول النبي تركها 40 قابله للزياده وقابله للنقص. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام سيدنا علي. ولما قعدوا يستشيرهم سيدنا عمر ان عايز يزودها عن 40، فقعد يستشيره يستشير الصحابه، فسيدنا علي قال: ارى انه اذا شرب هذا واذا هذا قذف، وحد القصف 80، فما تزوجهاش عن 80. شفت طريقه القياس؟ يبقى دي طريقه القياس عند ايه؟ عند الصحابه. وبعدين فيها كمان سنه الخلفاء الراشدين، النبي يقول عليكم بايه؟ بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وده اللي خد بيه الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام احمد بفعل سيدنا عمر، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فقالوا يبقى 80. وسيدنا علي سيدنا الامام الشافعي قال لك لا، هو اصله 40 وما زاد يبقى ايه؟ تعزيرا ولا يزيد عن 80. واضح؟ يبقى نفهم من هنا ان الحاكم اذا زاد عن الحد فمات وجبت في حقه في ذمته الدية. فهمت ازاي؟ لانه صار معتدي. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد مثله. باب قدر اصوات التعزير. التعزير عقوبه غير محدده شرعا، غير الحد بقى. التعزير عقوبه غير محدده شرعا، متروكه للحاكم. ذهب الشافعيه الى ان التعزير لا يبلغ ادنى حد، يعني خلوا التعزير عقوبة يختارها الحاكم بس لا يبلغ بها إلى حد أدنى حد. وعلشان كده قالوا إيه الشافعية؟ قالوا يبقى في حدود 20 صوت، ما تزيدش وما توصلش 40 كمان، لأن أدنى حد عندهم 40. فقال لك يبقى التعزير تبقى 20. المالكية أجازوا للحاكم أن يزيد إليها إلى أن تبلغ الحد. وبعضهم قال: ولا الحاكم ان يزيد فوق الحد، على حسب ما يرى من خطوره الجرم. يبقى اختلفوا في التعزير خلاف كبير. وفي كتاب اسمه التعزير في الشريعه الاسلاميه، كتاب كده هي رساله الدكتوراه بتاع حمايه، بيباع في مكتبه وهب، اسمه التعزير في الشريعه الاسلاميه. مبحث كبير كده، رساله دكتوراه كبيره ضخمه، بيبين لك خلاف العلماء والمذاهب المختلفة وكيفية اختيار الحاكم ليها. كتاب مبحث يحتاج انك انت تقرأه لو انت مهتم بقوانين العقوبات في الشريعة الإسلامية، للغاوي يعني قوانين العقوبات في الشريعة الإسلامية. القضاء التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر، موجود في مكتبة وهبة، ولا يوجد له مثيل. محدش كتب في الشريعة في التعزير كتاب على بعضه كده إلا الدكتور عبد العزيز عامر، وكل من تكلم في التعزير اتخذ هذا الكتاب مرجعا. فتملي تلاقي في المراجع يقول لك ايه التعزير الشهر سنة الدكتور عبد العزيز، لانها كانت رسالة دكتوراه كانت يعني محدش عملها قبل كده. جمع اراء الفقهاء على مر العصور من لدن الصحابة في وجهات نظرهم في التعزير والعقوبات المختلفة وكيفية تطبيقها، يعني مبحث كبير لطيف لو حبيت تقرأه ان كنت يعني مهتم بإيه؟ بقوانين الجنايات والعقوبات في الشريعة الإسلامية. باب قدر أصوات التعزير. وعن أبي قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن أشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. يبقى إيه؟ خدوا العلماء قالوا: طب وليه زودوا العلماء؟ قال لك: لأن هذا كان يكفي في عصر النبي، لما تغيرت نفوس الناس وقلت الأمانة وجبت الزيادة. فهمت بقى؟ لتغير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأمانة بترفع تدريجيا وتقل الأمانة في نفوس الناس،
فلا بد أن يراعي الحاكم نوعية الرعية ويختار العقوبة المناسبة لنوعيتهم. فكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يكفيهم 10 للتأديب ويتأدبوا بهذا، لأن كان جيل راقي يكفيه الإشارة. بعد كده الناس بقوا جبلات، مهما تضرب فيما يرجع تاني ويعمل تاني. فهمت ازاي؟ لكثرة الفجر والفسوق وعدم الورع وعدم الديانة، كل الحاجات دي، فجعلت الحكام يزيدوا في التعزير، فتفاوتت عقوبات التعزير من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر من أجل ذلك. باب الحدود كفارات لأهلها، يعني من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعاقب عليه في الآخر خلاص. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس وقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، أو من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. يبقى الحدود إيه؟ كفارات، طالما عوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستراه الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. اللي هو العلماء يقول لك إيه؟ في خطر المشيئة، يعني صار في خطر المشيئة، يعني لا يعلم هل يعاقبه الله عدلا أم يعفو عنه فضلا، فهو بين العدل والفضل. فهمت بقى إزاي؟ قال المعنى. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلى علينا آية النساء اللي هي في سورة إيه؟ النساء الصغرى اللي هي الممتحن، يسموها النساء الصغرى، بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال إيه الآية دي. وعن أبي قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا لا الممتحنة مش النساء الصغرى، ده الطلاق هي اللي بيسموها النساء الصغرى. قلت بقى سورة الطلاق اللي يقول على النساء إيه؟ الصغرى. لكن الممتحنة هي الممتحنة أو الممتحنة بفتح الحاء وكسرها لغتان صحيحتان. يقصد بيعة النساء يعني؟ يعني بايع الرجال مثلما بايع النساء. ادي معناها. لأننا عبادة بن الصامت. يبقى بايع النساء وبايع الرجال على ما بايع عليه النساء صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا ولا يعضها بعضنا بعضا، يعني لا يرمي أحدنا أحدا ببهتان، يعني يتبلى بعضنا على بعض. بلغة المصريين بيقول لك يتبلى علي. يتبلى علي يعني إيه؟ يعني يرمي بأي شيء جريمة هو لم يفعله. يبقى ولا يعضها بعضنا بعضا، يعني لا يرمي أحدنا بعضا ببهتان. فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وده دليل أن فاعل الكبيرة ليس بكافر، على خلافا لما ذهب إليه من الخوارج، قالوا فاعل الكبيرة كافر.
لان ما يستوجب الحد كبيرا. والنبي بيقول ايه؟ ستراه الله عليه فهو ايه؟ في مشيئه الله، يعني ما زال مسلما يبقى لم يكفر. خلافا للخوارج قالوا ان فاعل الكبيره كافر، وخلافا للمعتزله ان فاعل الكبيره ليس بكافر ولا بمؤمن، هو فاسق، منزله بين المنزلتين، وخلد في النار برضه. وهذا يرد عليهم ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان شاء غفر له وان شاء عذبه. فده يرد على المعتزله ويرد على الخوارج. فهمت بقى الحديث ده؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن الصنابحي، الصنابحي عن عبادة بن الصامت انه قال اني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على الا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله. يبقى النبي كان يبايع، يأخذ البيع على الناس بالتوبة والبعد عن المحرمات كما يأخذها الشيخ المربي على تلامذته. يقول لك إيه البيع اللي عند الشيخ دي؟ دي بدعة. العيال بيقولوا كده. هو البدعة هو انك انت تبايع انسان وتعيده على الا يعصي الله، دي بدعه ضلاله ما عملهاش النبي. ازاي بقى؟ طب ما هو النبي هو بايعهم على ان يتوبوا ولا يفعلوا المحرمات، وان فعلوها يستغفروا ويعجلوا بذلك. كل ده يبقى البيعه هو اللي بياخدها الشيخ المربي على تلامذته، لا اصل في السنه وليست كما يدعي اللي هم معترض الصوفية. باب جرح العجماء والمعدن والبئر. جبار، جبار يعني هدر، هدر يعني لا دية فيه ولا أرش. اتفقوا على أن الحيوان إذا أفسد شيئا ولم يكن له قائد وكان في النهار يبقى هدر لا ضمان. واضح بالشروط دي كلها. يعني حيوان ماشي في الشارع عور حد، كسر حاجة، عمل أي إيذاء، هدر لا ضمان طالما ليس له قائد. واضح؟ فإن كان له قائد يبقى في ضمان لأنه اللي بيقوده هو مسؤول عنه. فهمت بقى؟ هذا في النهار، واخد بالك؟ في النهار. وبعدهم قال إيه؟ في النهار والليل. الإمام أبو حنيفة عنده سواء أفسد في النهار أو الليل هدر. وبعدهم قال لو كان بالليل يبقى إيه؟ يبقى على صاحبه، لأن المفروض صاحب الحيوان في الليل يربطه، ما يسيبوش كده ماشي في الليل. فلو أفسد في الليل يبقى فيه ضمان، ولو أفسد في النهار لا ضمان، لأن العادة إن الحيوان بيمشي بالنهار. فهمت؟ وكذلك البئر، لو واحد حفر بئر في أرض مملوكة له عشان يستخرج ماء، يستخرج بترول، يستخرج معدن، أي حاجة، منجم، في أرض مملوكة له أو أرض موات بيحييها، فصار إنسان فوقع في البئر لا ضمان. أدي معنى والبئر إيه؟ جبار يعني لا ضمان. طب افرض حفر في ارض غير مملوكه له وفي طريق الناس فوقع، يضمن الحافر، يضمن. فهمت؟ يبقى فيها تفاصيل، متى يضمن ومتى لا يضمن، فيها تفاصيل. وعن ابي قال حدثنا، يبقى جبار يعني ايه؟ يعني هدر يعني لا ضمان. جبار يعني ايه؟ هدر لا ضمان. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن
جوبار، المعدن اللي هو المنجم، حاجات اللي بيحفروا فيها عشان يعملوا مناجم، يستخرجوا الصخور، يستخرجوا المعدن، اسمه المعدن. والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. والركاز دفين الجاهلية، كل ما كان كنزا من ايام الجاهلية فاستخرجه من ارضه كانت مملوكة له، عليه ان يخرج خمسه لله ولرسوله وللمسلمين. وعشان كده بعض العلماء قال لك ان البترول ده ركاز لانه دفين الجاهلية، فالمفروض ان 20% من دخل البترول ينفق على مصارف الزكاة، ولو فعلوا ذلك ما وجدت فقير في بلاد المسلمين. الخمس 20%، تصور انت دخل البترول 20% منه يوزع على فقراء المسلمين في كل العالم، لا تجد فقير مسلم، تأكد يعني. لكن للأسف. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد، كلهم عن ابن عيينة حا. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال: حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء، اللي هي الحيوان يعني، اعجم لانه لا يتكلم، العجماء يعني حيوان، احنا بنقول الانسان حيوان ناطق، يبقى غير الناطق يبقى اسمه ايه؟ عجماء بكماء. والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. وعن ابي قال: بس خد بالك، واحد بقى مربي اسد في وسط البلاد، في وسط السكن، اسد نمر وجرح، يضمن يضمن، لان العاده ان الاسود لا تسكن مع الناس، فهمت بقى؟ لكن واحد مربي كلب، مربي معزه، مربي جمل، مربي بقره، عادي، ما ده بيتربى في وسط الناس، فهمت ازاي؟ فلو جرح هدر. لكن يجيب لك ذئب يربيه عنده، يجيب يعني اسد ولا نمر ولا تمساح يربيه عنده في الجنينه بتاعته، وبعدين يعور الناس، فاهم؟ يبقى يضمن. يبقى المساله عايزه فقه، مساله لازم تاخد فيها فقه، مش ناخد الحديث كده بظاهره وخلاص، لا. لان الكلب العقور، لكن لو كلب حراسه خلاص انت ليه قربت ودخلت في المنطقه اللي هي حارسها الراجل، طالما حطيتها في ملكه وبيحرس ملكه وانت تعديت حدوده. لكن لو طلع جري في الشارع الكلب العقور يقتل. الكلب العقور يقتل. الكلب العادي ده لو طلع جري في الشارع وعور حتى عطل حتى عمر. جبار. جبار، ومطلوب من المسلمين يقتلوه خلاص. ما يدلوش فرصه يعور حد. كويس؟ والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. وعن ابي قال: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم حا قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا ابي حا قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبه، كلاهما عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله. ونقف على كتاب الاقضيه، وهو الكتاب 31 من صحيح مسلم، وفيه 11 بابا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. كلما قرأت في كتب المسلمين تجد أن الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة في معاملات الناس إلا ولا حل، عشان كده دين صالح للتطبيق، لكن احنا اللي بعدنا عنه،
احنا فضلنا بقالنا قرون بنعلم الناس ان الاسلام الوضوء ونواقض الوضوء والغسل وموجبات الغسل وكيف تصلي وخلاص على كده، وظنوا ان الاسلام لا يتناول من حياة الانسان الا مثل هذا، وتكفين الميت وتغسيل الميت ودفن الميت وخلاص. لكن الناس ما تعرفش ان الاسلام شمل حياة الناس في كل احوالها، فهمت ازاي؟ حتى في التنقيب عن البترول، في الحفر من اجل المناجم ومناجم الفحم، في احياء الموات وتربية الحيوانات، كل الحاجات دي داخل فيها الاسلام وله احكام فيها محددة ومقررة. فلازم انك انت اذا ذهبت الى بلدك تعلم الناس الاسلام كاسلام كدين كبير كده، يوم يعرف ان دينه ده دين عظيم يشمل حياته كلها، قبل ان يولد وهو جنين في بطن امه له احكام، وبعد ما يولد له احكام، وبعد ما يموت له احكام، وفي اثناء معاملاتي مع الناس له احكام، فهمت ازاي؟ ومعاملات مجموع المسلمين مع الدول الاخرى لها احكام، والدول الاخرى تجاه المسلمين لهم احكام، يتفايتون بين دول معاهدة ودول مؤتمنة ودول محاربة، كل دي احكام للاسلام. الدين واسع، وللأسف كل الفرق اللي هي بتقولك احنا عايزين الاسلام لم يدرسوا الاسلام، قاعدين يفجروا نفسهم بس في بلاد المسلمين، ما يعرفش حاجة عن الاسلام، بعضهم بيقبض عليه والله يسألوه عن نواقض الوضوء ما يعرفه، والله ما يعرف نواقض الوضوء. ولو سألته ما هي النجاسات يا ابني التي لابد ان تغسلها في ثوب ما يعرفهاش، يا دوب بس ربى لحيته واديله حزام ناسف وقال له روح جاهل. الاسلام ما يبقاش كده يا جماعه، لازم نعلم الناس ديننا الاول. العلم قبل العمل، مش كده برضه؟ والفكر قبل الذكر. شوف ربنا بيقول ايه؟ يتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالفكر قبل الذكر، الاول تفكر وتتعلم وتذكر وتعمل لابد. فربنا يعلمنا وينفعنا. لازم تمسك كتاب تقراه على الناس كامل، ما فيش حاجه اسمها اقرا صفحتين من كتاب واقول للناس اتعلمت دينها، دينها ايه؟ فهمت ازاي؟ في ناس كتير ما قعدوا عمرهم كده يمسك له ثلاث اربع فصول في كتاب يقراه على الناس وخلاص ويقفل الكتاب. الناس تعيش وتموت ما تعرفش دينها، او تعرف جانب بسيط من دينها، فهمت بقى؟ شوف انت كل يوم بتيجي مجلس زي ده بتتعلم احكام جديده، كل ده دين. وتفضل تيجي كده لمده 5 سنين تتعلم حاجات جديده، كل ده دين. فهمت؟ فدينك دين كبير وعظيم وشامل، وهو من عند الله، جاء لايه؟ لسعاده الدنيا ولسعاده الاخره. ولن تدرك هذا المعنى الا اذا قرات كتب السنه كامله، مش تقرا بعض الفصول ويقول لك ده مقرر وده محذوف وده بيجي عليه اسئله وده ما ينفعش الطريقه دي، ده الطريقه دي عشان تخش الامتحان تاخد الشهاده بس، اللي هي علامه الجهل. الشهاده دلوقتي علامه الجهل، وهي رخصه بتاخدها عشان تتوظف بيها بس وتروح تتجوز، لكن مش عشان تتعلم. عشان لما تروح تتقدم لواحده تتجوزها تقول لها معايا شهاده، لو معكش شهاده يمكن مش هيقبلوك، يقول لك اما تجيب الشهاده. فانت بتجيب الشهاده ليه يا ابني؟ عشان تتجوز وعلشان تتوظف، لكن مش عشان تتعلم. تتعلم دي لازم تعيش بقى. العلم ده عايز شغلانه طويله، حياه. اهو انا اهو يعني دلوقتي هدخل على 60 من عمري. انا من سن 22 سنه. وانا ما زلت اجلس هذه الجلسات، وكل جلسه بتعلم جديد. فهمت ازاي؟ ولا ينتهي. العلم لا ينتهي. لانك ممكن تعرف المعلومه لكن تعرفها بعمق بسيط. بعد شويه تعرفها بعمق اكبر. بعد كده تشوف كمان حكمة الشرع فيها، وبعد كده تشوف خلاف العلماء في تنفيذها، وبعد كده تشوف أثرها في قلبك. فكل دي عايزة مراحل. فالعلم ده عشان يعني كده يقولك من المهد لله، كان يقولوا كده مشايخنا اللي علمونا، يقولك العلم ده يا ابني تفضل مع الكتاب تشم في رائحة الأوراق إلى أن تموت، تفضل تشم في ريحة الحبر اللي انت بتكتب بيه إلى أن تموت، والا اول ما بعت يبتدي يحل محل العلم الجهل. فهمت؟ فنرجو انكم انتوا لما تعودوا لبلادكم ما تكتفيش بالشهاده وتلبس العمه وتقول انا بقيت شيخ وبعدين يعينوك مفتي وتبقى مش عارف ايه وانت ما تعرفش حاجه عن اي حاجه. انت مسؤول عن دينك انك انت تنشره للناس وتعلم الناس دينها بطريقه صحيحه كامله. فبرجاء ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك.